حرصت خيرية هشام زوجة الفنان خالد سليم وابنتيه على مفاجأته والاحتفال بعيد ميلاده في كواليس تصوير مسلسل بلا دليل. وحضرت خيرية هشام والصغيرتين إلى موقع التصوير ليحتفلن معه وسط صناع المسلسل، وذلك لانشغاله بتصوير آخر مشاهده في العمل. لذلك قررت زوجته إقامة احتفالية ضخمة مع أصدقائه بعد انتهاء التصوير. وظهر الفنان خالد سليم في الفيديو وملامح المفاجأة على وجهه ليحتضن الصغيرتين ويغني معهما قبل التواجد وسط زملائه الذين جهزوا له قالب الحلوى الخاص بعيد الميلاد وأقاموا احتفالية كبيرة في التصوير. I was eating lip. فيها البنت دي ما تسلمش عليها في فيديو. طيب عيالك تعمل لك سيربرايز. يلا جروب هاج جروب هاج.